لان من بدون شك اي بيت اي قريه اي مدينه اي في المغرب جمهور كره قدم وجمهور عريض الحمد لله واهدى المنتخب الوطني لكره القدم الجمهور المغربي والشعب المغربي المغرب المملكه المغربيه ملكا وشعبا هذا التاهل الذي ليس بالسهل وراينا كيف كانت الصعوبه لا في الاقصائيات ولا في كرة القدم لها جمهور عام والاهتمام ديال مجلس العمالة بدعم الجمعيات الرياضية وكرة القدم هو دليل على أنه في صلب هذا الاهتمام ديال المجتمع الكروي على أننا ندعموه ويستحق كل دعم وتشجيع وهذا الفروق الرياضية لكرة القدم هي لا شك رافد من روافد البطولة الوطنية ولبنى المنتخب الوطني أو احتراف ولذلك وجب دعمهم ودون استثناء طبعا انا مع السي مصطفى والسي حماموش في هذه النقطه ديال ان توصيه لباقي الجمعيات الرياضيه قطعا حسب ما الذي من المعلومات في هذه الاتفاقيات على مجلس العماله لا يمكن له التعاقد مع الجمعيات بشكل مباشر الرياضيه عن طريق الجامعه خصوصا كره القدم عن طريق الجامعه بينما البلديات والجامعات لها الحق في ذلك يعني وهذه توصيه ايضا لهم بان يدعموا هذه الفرق المحليه لديهم لا في جميع في الاقليم ككل والوليد هو ان ينافس عن في البطوله الوطنيه لا في الصخيرات لا في تماره لا في عين عوده لا في سيدي حياه ان كان الهرهوره عنده فريق لا الهرهوره يعني الاقليم ككل وسيما هذا فريق النسوي السيد الرئيس هذا كينافس في البطوله الوطنيه الحمد لله وحقق نتائج طيبه ولا سمعه طيبه فلا بد تو يكون واحد التوصيه من اجل الدعم ديالو مستقبلا في هذا الاطار هذا ولا شك ان الدعم هو مهم وندعمه ونتمنى ان يتخذ مجلس كما اتخذنا ذلك في اللجان ان يدعم ذلك وشكرا ولا نحجر واسعا اذا كانت الامكانيه السيد العامل اعتقد في هذا الاطار هو يتعاون بشكل جيد مع الجمعيات ومع ونحن اليوم هو يوم الجمعيات هذا يوم مشهود في المجلس الدعم للجمعيات وهذا فلا نحجر واسعا بالنسبه للجمعيات الرياضيه هناك جمعيات مهمه تشتغل بشكل جيد وفي البطوله الوطنيه على الصعيد على المجال الرياضي مختلف بالتالي ان التوصيه تضم ليس فقط كره القدم جميع الجمعيات الرياضيه اذا كان ممكن حسب الجامعات التي لديها على الاقل توزع بعض يعني المنح اذا لم يكن ممكنا بالنسبه للمجلس بشكل مباشر يكون عن طريق الجامعات المنتميه اليه وشكرا.